أقام حزب مستقبل الوطن مؤتمرا تخصصيا نظمته أمانة التجارة والصناعة بالأمانة المركزية للحزب، تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. شارك في المؤتمر أكثر من 2000 من أرباب التجارة والصناعة في مصر، وتأتي الاحتفالية تعبيرا عن ثقة مجتمع الصناعة والتجارة في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد. احنا النهارده عاملين المؤتمر ده لدعم فخامه الرئيس عشان نكمل المشوار، نكمل اللي بداناه. احنا عاملين المؤتمر ده لحشد الجمهور للنزول في الانتخابات ودعم سياده الرئيس عشان نكمل المشوار. لازم نكمل المشوار اللي احنا بداناه في الصناعه، في التجاره، في الاستثمار، في كل المجالات. استعمل حاجه دستوري. ايه هو حاجه دستوري؟ انزل قول رايك. وليه بنقول النهارده نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده؟ ليه؟ بقول نعم النهارده عشان كل مكتسباتنا في التسع سنين اللي فاتت نقدر نحققها ونحافظ عليها. بقول نعم النهارده عشان التنميه المستدامه لاول مره في خلال 100 سنه دي كلها مصر بتشتغل بخطه تنميه مستدامه، خطه لها الاصرار والتحدي. ده اقل واجب ان احنا نقدر يعني نقدمه لسياده الرئيس، ان احنا ندعمه وبنقول له كمل مسيرتك واحنا معاك، وامانه التجاره والصناعه من حزب مستقبل الوطن بتوعدك ان احنا ان شاء الله نقدر ننمي الصناعه ونكون في ظهر سعادتك. 8-9 سنين اللي فاتوا دول قدم من التنميه ما يجعل الصناعه تنطلق باقصى سرعه ممكنه. بقى نمتلك بنية تحتية عملاقة خلت الصناعة المصرية جاهزة للانطلاق في أي وقت. عندنا ما بقاش عندنا مشكلة طاقة، ما عندناش مشكلة الموانئ المصرية، الموانئ التي أنشأتها الدولة والقيادة السياسية الفترة اللي فاتت كانت عملاقة جداً.